إذا أمطرت السماء في الصيف احسبوا أياما معدودات. أهلا بكم على قناة الأبيض تيفي، قناة كل جديد. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو نتمنى منكم الإعجاب به والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. سنعرض لكم اليوم في هذا الفيديو أهم ما قاله المتنبئ أبو علي الشيباني لبعض الدول العربية، ونبدأ معكم حيث قال في إحدى مقابلاته برأس السنة على قناة دروب الرجاء أنه يرى المفاعل النووي ديمونة يراه قد احترق، ولكن الحقيقة حيث يذهب السيد محمود عباس فهو يقبل قدمي رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ويعيده بحمايته، وبهذا يقطع اليد التي تضغط على الزناد التي تقاتل الفلسطينيين. وطبعا يقول: نحن لا يجوز أن نحارب مع الفلسطينيين وقائدهم محمود عباس يبيع فلسطين ويقتل المجاهدين، هذا بحسب كلامه طبعا. وقال أيضا بأن حركة حماس ستتعرض إلى قصف هذه المرة ولا تستطيع قطر إصلاح أضرارها. هذا يعني بأن حماس ستدخل في هذه المواجهة أيضا، ويقول بأنه طالما الرئيس محمود عباس هو من يقود البلاد فلن ترى البلاد الإصلاح في حياتها ولن تسترجع حقوقها نهائيا. وهذا بدا واضحا خلال هذه الفترة من القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين، ولم يظهر الرئيس الفلسطيني أو يدلي بأي تصريحات نهائيا. وتحدث أيضا أبو علي الشيباني عن الكوارث الطبيعية وما يحدث من تغيرات مناخية، وهذا ليس عاديا حيث أنه توقع شيئا غريبا جدا وكنا متوقعين عدم حصوله، حيث جميعنا نعرف العواصف الرملية التي كانت في العراق وقتها. قال أبو علي الشيباني بأن هذه العواصف ليست من الطبيعة بل من الله ليحذركم وينذركم بغضب قادم لا يستطيع الإنسان أن يرده، ومن بعدها حصل ما حصل في فلسطين وفي أفغانستان والفيضانات الرهيبة التي غطت العالم رأيناها بعد العواصف، ورأينا بعدها الحرائق التي حصلت في أوروبا، وهذا إنذار لشيء مخيف. وقال: لو اختفت العواصف واختفت كل هذه الظواهر الغريبة هناك مشكلة أخرى، لو ظهرت اعلموا أن هناك مصيبة قادمة وهي المطر في عز الصيف، وخاصة في بعض الدول العربية مثل دول العراق وما حولها، لأن بعد المطر الشديد الذي حصل وخصوصا في دولة الإمارات والسيول التي حصلت في قطر والمطر في العراق مثل ما قال، وحدد تماما حيث قال: احسبوا أياما معدودات لشيء عجيب. وبالفعل بعد انتهاء المطر رأينا ماذا حصل في فلسطين وزيارة نانسي بيلوسي، وأكمل كلامه وقال: لذلك ننتظر العلامات وما سيحل على أمريكا. ويقينا إذا أمطرت السماء في العراق في شهر تموز يوليو احسبوا أياما معدودات. وتحدث أيضا عن مواجهة الصين وتايوان وقال أنه ستهجم الصين أولا على تايوان فتأخذها وينشب خلاف مرعب، وهذا الخلاف سيكون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بعدها: أرى طائرات تقطف العاصمة الصينية بكين بالطائرات التايوانية الأمريكية وسينحصر الاقتصاد إلى مستوى غير طبيعي، طبعا هذا في حالة حدوث الحرب. وبالنسبة للعملة الرقمية حيث قال أن العملة الرقمية البيتكوين
ستنخفض وتندثر وإياكم أن تتعاملوا بها، وهذا يدل على أن الأيام القادمة أياما صعبة. وقال أيضا عن أوروبا، حيث قال بأن دول أوروبا تعاني من سكرة الموت، بمعنى أنه كما قال ستنقطع الكهرباء ولا يكون هناك غاز، وسيعاني اقتصادها بمعاناة رهيبة، وسنرى مشاكل كبيرة جدا في أوروبا، وها نحن نرى الأخبار. وأيضا حل عليهم الجفاف في أوروبا، وهذا بدوره جعلهم يفكرون في تقليل الصناعة لتوفير مياه الشرب والأولوية لها. وفي حالة بقية الصادرات الروسية من النفط والمواد الأساسية للدول الأوروبية على هذا الحال، فبهذا ستكون الأسعار مستقبلا مرتفعة جدا جدا مقارنة بهذا العام. وتحدث عن بريطانيا وقال لقد سقطت الحكومة البريطانية، وها نحن جونسون قد رحل وهي أول حكومة غربية تسقط، وهي رأس الفتنة ورأس الدهاء، وهو يرى أن بريطانيا هي وجه المصائب، وقد أخذ جونسون الضربة القاضية من الروس وانتصروا عليه. وبعد رحيل جونسون سيكون انهيار بريطانيا، لأن التضخم في بريطانيا وصل لأعلى مستوياته، والناس نائمة في الشوارع، ولا يوجد بيوت ولا كهرباء. وذكر أيضا بأنه لا يوجد كهرباء في دول سوريا وفي لبنان وفي العراق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت ذلك، أي بأنها بطلب منها. وقال أتحداكم أن تقولوا أن هذا الأمر ليس بتدخلها. وقال بأنه سيسقط بايدن، وسيسقط الألمان أيضا بالضربة المرعبة، وسيسقط العرب، وللأسف لم نتعلم الدرس. بهذا نكون قد استعرضنا لكم بعضا مما توقعه المتنبئ أبو علي الشيباني، ونتمنى الخير للجميع دائما. انتظرونا في توقعات وأخبار جديدة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى منكم الإعجاب به والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد أول بأول. إلى اللقاء.